عناية الله بتدي المؤمن نعمة احتمال وقت الألم، الله بيتوحد بينا. كمان أقول عناية الله بتحول الألم والشر إلى خير، وده نلاقيه في كل الكتاب. مثلا واحدة من القصص قصة يوسف، نعم، إخواته عملوا مؤامرة، نجحت المؤامرة، مش دي اليد البشرية، نجحت المؤامرة، لكن الرب صاحب السلطان استخدم المؤامرة دي للخير. نعم، قال لهم أنتم قصدتم لي شرا، أما الله قصد بي. فأنا بقول عناية الله يا كل مؤمن بتستخدم الشر اللي من حوالينا أحيانا لخيرنا. لما نيجي ليوحنا خدوا يعني اسمه ايه ده اللي كان الحاكم اللي بيضطهد الكنيسة، ديكلاديانو، ونفاه لجزيرة بطمس ورماه في بطمس، لكن هناك في بطمس انفتحت السماء ورأى رؤى الله. نعم. وكتب أروع الأسفار. نعم. في يد بشرية تدخلت واضطهدت وعيشت الإنسان في مرار، لكن وسط المرار الله حول الشر إلى خير. وعندنا كتير نماذج لكده.